برجاء الضغط على الاشتراك باللون الأحمر والجرس حتى يتسنى لي الاستمرار في العمل نقطة. مع الشكر الخالص لسيادتكم. امرأة في الشرفة العليا، الجزء الثاني، قصة علي أحمد الحميري، سيناريو وحوار وإخراج حسين حسنين. قال الفتى: وكان لي مع منى أكثر من لقاء، بعضها تم مصادفة وبعض آخر تم بإعداد غير معلن أثناء ذهابنا إلى المدرسة وإيابنا منها، وربطتني بأخويها صحبة لطيفة، وكان عصر ذهبي للعواطف الجميلة المكسوة بنضارة الحياء. كانت نظرة سريعة رقيقة من تحت الأهداب، أغنية شجية اللحن رقيقة المعاني، ثم رسالة زرقاء معطرة تحتوي على ألفاظ مهذبة، هدية بسيطة الثمن ثمينة المغزى. الشجار مع الحمار الطائش سلوك. في عصر يوم جمعة كنت أستذكر دروسي، هكذا قال الفتى، بعد أن ذهب الأهل لزيارة بعض الأقارب في حي آخر من المدينة، وجاءني أخوا التوأم، أخوات منى، فأحضرت لهما مرطبا وأخذتهما إلى الشرفة. وكانت منى لم تعد في الفترة الأخيرة تحرص كثيرا على الجلوس في الشرفة، لكنها تعمدت تلك العشية أن تأتي إليها لنلتقي رمزا عبر المسافة بين الطابقين. وفجأة ودون قصد منه سكب أحمد كمية من المرطب إلى الأسفل، فإذا المتلقي للكمية لسوء الحظ قائد عربة حمار يقف مع بعض معارفه تحت الشرفة مباشرة. كان سمحه الله شابا جلفا خبيث اللسان طائش السلوك. كان رد فعله وابل من الحجارة تجدست على أرض شرفة الشقة، واجتاز البعض منها الباب إلى جوف الشقة، وكانت تلك الحجارة مصحوبة بسيول قذرة من الألفاظ التي نطق بها الحمار. كان شديد الرعونة، لا ينصت إلى أي اعتذار مني أو من أحد غيري، ولا يسمع أسفا ولا يصيح إلى ندم. وفي نهاية الأمر قال موجها حديثه لنا: اهبط إلي، اهبط إلي إن كنت رجلا. لحظتها لم يعد في قوس الصبر منزع كما يقولون، فهبطت، وليتني لم أهبط، فقد كان يقبرني بحوالي 4 أعوام على الأقل، إضافة إلى أنه كان حمارا. العراك بالأيدي مع الحمار. هبطت، هكذا يقول الفتى، هبطت أملا في أن أقنع الحمار إذا وصلت إليه، أو أجد في صاحب البقالة عونا، أو من حوله مصلحا لذات البين، أو معينا في ساعة عسرة. لكن سامحه الله لم يدع لأي من أمال السابقة فرصة أو فسح من وقت، فما جدت أجتاز باب العمارة حتى التويت من ضربة تلقيتها من سائق الحمار بعصا الحمار الغليظة، شاهدت من جرائها نجوما تلمع
وأشكالا تتراكب، وكدت أقع مغشيا علي، ورأيت أخيلة تزدحم أمام عيني. وقبل أن أفيق أو أن أفر نجيا، وجدت نفسي ألتوي إلى الجهة المعاكسة من ضربة أخرى. كدت أقع خائرا لولا هتاف التوأم من صدر شقتنا العلوية الذي أطلقه التوأمان، وإحساس مبيت في ذاكرتي بأن شخصا في الشرفة العليا يراقبني ويعز علي أن يراني مهزوما، أقصد هنا منى الجميلة. حين ذاك أطلقت غدة ما في جسمي، كمية من هرمون الإدرينالين جعلتني أصاب بهياج شديد ما كنت أخبره في نفسي، فانطلقت انطلاقة هر قطة محاصر القط، وهدفه هو وجه الشاب. كان هدفي كذلك، غير آبه بضربة ثالثة تلقيتها بيد ذلك الحمار، غير شاعرا بألمها. تلك القفزة المعجزة أربكت الشاب الحمار الذي لم يكن ينتظرها، وأخلت بتوازنه، فإذا بي أطوقه بيدي وقدمي في آن معا، ومن ثم هبطنا معا إلى الأرض بارتطام شديد. كاد يفقده وعي وأنا أيضا، ولكنه أخذ يقاومني بوهن، وأنا أغرس أسناني في لحم صدره. تلك القفزة المزعجة ظلت حتى الآن أستغرب كيف أمكنني الحصول عليها. فقد أخذ الناس تلك العشية يحاولون رفعي أو فصلي عن جسم ذلك الشاب الحمار، فإذا بالشاب يرتفع معي كلما رفعوني عنه، لأن يدي وقدماي قد تصلبت وأنا أطوقه بها. ثم لم يفلح أحد في إنهاء ذلك الموقف المأساوي الغريب، حتى سمعت صوت أبي. سمعت صوت أبي يطلب مني ذلك ويقول لي: اهدأ يا ولد، اهدأ يا ولد. حينها فقط تراخت يداي وقدماي ولانت عضلات جسمي، وشاهدت بقية الناس من حولي، ثم استسلمت لكفي أبي وهو يرفعني عن جسم الشاب شبه الغائب عن الوعي. بعد ذلك علم أبي بما حدث ممن شاهدوا الحادث، فلام صاحب البقالة على سلبيته حيال ما حدث، ثم ساوى الأمر مع الشاب الحمار بعد أن شهد جميع من كانوا حولنا في مصلحتي. لكن أبي أشفق عليه وأدخله بيتنا ليعالج جراحه، فيما كانت أمي تعالجني في الداخل وتقول لي: أي أنت مجنون، كنت ستجلب لنا المتاعب لو أن مكروها حدث للشاب. ذلك ما قالته أمي فيما بعد بيننا، بينما ظل أبي صامتا، لكني لمحت منه ابتسامة جانبية خبيثة حاول أن يخفيها عندما أشاح بوجهه إلى الجهة الأخرى، لكنه لم يقل لي شيئا بعد ذلك. أتراه قرر أبي عدم توبيخي مما سبق له تلقيني به منذ صغري؟ فقد كان أبي يقول لي وأنا صغير: إياك أن تعتدي على أحد، وكان يقول أيضا: إياك أن تشتكي إلي أحدا يضربك. حدث ذلك منذ زمن بعيد،
وهو الآن ذكرى. لكن أبي في هذه المرة ظل صامتا. أما بالنسبة لوالدتي فقد قالت: إحدى المصائب التي تسببت في حدوثها تلك المرأة التي في الشرفة العليا. وهكذا كانت الذكرى. برجاء الضغط على الاشتراك باللون الأحمر والجرسي حتى يتسنى لي الاستمرار في العمل. نقطة. مع الشكر الخالص لسيادتكم.